الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم معشر المشاهدين الكرام في لقاء آخر من لقاءاتنا المتعلقة بعلوم القرآن. لقاء اليوم يتمحور حول ترتيب الآيات داخل السور وترتيب السور مع بعضها البعض في القرآن الكريم. أولا، فيما يتعلق بترتيب الآيات، يحسن تعريف الآية من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. نحن لما نتتبع كلمة الآية في السياقات القرآنية المتعددة يلفت نظرنا أن الآية قد وردت لمعان عديدة، منها المعجزة. فأنت تقرأ قوله تعالى مثلا: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. من آية بينة هنا المقصود بها المعجزة، آتاهم الله معجزات كثيرة ليؤمنوا بالرسول موسى عليه الصلاة والسلام وغيره من أنبياء بني إسرائيل. فهنا الآية، هنا في هذه الآية الكريمة معناها المعجزة. وقد تأتي الآية في القرآن من حيث اللغة كذلك بمعنى العلامة. فأنت تقرأ قوله تعالى في سورة البقرة: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. إن آية ملكه، إن علامة ملكه، إن علامة أنه يستحق أن يكون ملكا عليكم وأن يقودكم إلى ما فيه خيركم. إذن آية هنا معناها العلامة. وتأتي الآية كذلك بمعنى العبرة: إن في ذلك لآية، أي لا عبرة. وتأتي بمعنى الأمر العجيب: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. وتأتي بمعنى البرهان والدليل. فإذا قرأنا قول ربنا سبحانه: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. اختلاف الألسنة اختلاف اللغات، آية من آيات الله. اختلاف الألوان والأجناس آية من آيات الله. خلق السماوات والأرض آية من آيات الله، أي برهان ودليل على عظمة الله سبحانه وتعالى. أما في الاصطلاح، فلما تطلق الآية ويقصد بها جزء متعلق بالقرآن الكريم، فإن معنى هذا الجملة من كلام الله المندرجة في سورة من القرآن. الجملة من كلام الله المندرجة في سورة من القرآن ذات مطلع ومقطع. يعني في القصيدة نتحدث عن البيت شعري، هنا نتحدث عن آية، عن آية مقطع. عادة نميزها من خلال رقمين، يعني مثلا 21-20، فما بينهما يسمى آية في القرآن الكريم، واضحة. فهي الجملة من كلام الله المندرجة. وتسميتها آية كذلك، إذا نظرنا في هذه التسمية، ماذا سميت آية القرآنية؟ آية، لأنها أولا معجزة، ولو باعتبار انضمام غيرها إليها. ما هو القدر المعجز من القرآن الكريم؟ أقصر صورة، فهي معجزة. فإذا ضمت الآية إلى بعضها البعض تسمى معجزة من حيث العموم. ثم الآية سميت آية إنها علامة، وهي علامة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله إلى الناس كافة من خلال قومه أهل اللغة العربية، الحجة التي قدمها الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يثبت أنه رسول هي هذا القرآن، هي علامة على صدقه، أنه كلام بلغة عربية
بلسان عربي مبين، والقوم الذين نزل عليهم أول مرة هم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان وأرباب ذلك كله، فعجزهم عن الإتيان بمثله يدل على أن هذا الكلام الذي يتلوه عليهم محمد صلى الله عليه وسلم علامة على صدقه، ليس من عنده. لو كان من عنده لاستطاعوا مجتمعين مجتهدين أن يأتوا بأحسن منه أو بمثله هذا الأقل، فلما لم يقع ذلك كانت الآيات علامة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به من وحي ومضامين الوحي وحقائقه وأوامره ونواهيه وأخباره وغير ذلك. ثم في تسمية الآية آية عبرة، فالآية القرآنية عبرة، فمن تأمل آيات الله تعالى تذكر واستطاع أن يفقه الحياة وأن يفقه عالم الإنسان والعلاقات وأن يبني القيم في حياته وأن يكون سعيدا في دنياه وآخرته. ثم سميت الآية آية لأنها فعلا عجيبة، هذا القرآن وأمره عجيب جدا، كيف استطاع أن يصنع أمة وكيف يستطيع الآن أن يؤثر في أجيال بأكملها لو أتيحت لهم الفرصة لكي يتجاوزوا العجمة اللسان ويعشقوا اللغة العربية وتزول الحواجز بينهم وبين وحي الله سبحانه وتعالى من خلال القنوات التي مر من خلالها كلام الله، ولم تكن قنوات سليمة، أقصد البشر وأوعيتهم الفكرية وأوعيتهم الاجتماعية، فالإنسان لما يخالط الوحي قد يؤثر في تأثير النص القرآني فينقص من فعوله نظرا لأن الإنسان لم يكن في مستوى الآيات. أما الآيات في حد ذاتها فهي أمر عجيب جدا يفعل فعلها في النفوس والواقع يشهد بذلك، لا داعي لذكر أمثلة فأنتم تعلمون ذلك من خلال ما تعاينه من واقع التأثر بالآيات القرآنية. أما تسميتها أما وصفها بأنها البرهان والدليل من حيث كونها آية فهي واضح العلاقة، من حيث إنما تضمنته الآيات من هداية وعلم دال على قدرة الله وعلمه وحكمته. هذا من حيث كان لابد من هذا الأمر في تعريف الآية لغة واصطلاحا. لأن نأتي إلى ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة، هذا الترتيب في الحقيقة توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد انعقد إجماع الأمة وخبراء خبرائها وعلمائها على أن ترتيب الآيات آيات القرآن الكريم على هذا النمط الذي نراه اليوم بالمصاحف كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، يعني الله تعالى هو الذي أوحى إلى رسوله بهذا الترتيب والتزم به الرسول صلى الله عليه وسلم التزاما كاملا، وأنه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، بل كان جبريل ينزل بالآيات على الرسول صلى الله عليه وسلم ويرشده إلى موضع كل آية من سورتها ثم يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ويأمر كتاب الوحي بكتابتها معينا لهم السورة التي تكون فيها الآية وموضع الآية من هذه السورة، فليس لواحد من الصحابة والخلفاء الراشدين يد ولا تصرف في ترتيب شيء من آيات القرآن الكريم. هذا المقصود بترتيب آيات ترتيب توقيفي، أي وحي عن وحي لا دخل فيه حتى للرسول صلى الله عليه وسلم. أما ترتيب السور، يعني هذه السورة تأتي مثلا الفاتحة ثم بعدها البقرة وبعدها آل عمران ثم النساء وهكذا، هذا التوقيف هذا الترتيب فليس هناك إجماع على أنه وحي من الله ولا إجماع على أنه اجتهاد من الصحابة. هناك آراء ثلاثة، مذاهب ثلاثة، اتجاه ثلاثة في هذا الموضوع. الاتجاه الأول أو المذهب الأول يرى
من أهل العلم طبعا متخصصين يرى بأن هذا الترتيب توقيفي، يعني مثل ترتيب الآيات داخل السور. تولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن أمر ربه، فكان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتب السور كما كان مرتب الآيات على هذا الترتيب الذي لدينا اليوم، هو ترتيب مصحف عثمان رضي الله عنه الذي لم يتنازع أحد من الصحابة فيه، حتى ما يروى عن علي كرم الله وجهه لم يصح، وإنما أثنى على عثمان رضي الله عنه ووافق الجميع على هذا الإجماع على مصحف عثمان رضي الله عنه. ويؤيد هذا الرأي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بعض الصور مرتبة في صلاته، فقد كان عليه الصلاة والسلام يجمع المفصل في ركعة، المفصل بأكمله يبدأ في الراجح من الأقوال من سورة قاف. لو بحثتم في سور القرآن الكريم من قاف إلى آخر سورة الناس، كم عدد السور؟ ما يفوق 64 سورة، يعني أكثر من نصف القرآن الكريم، أكثر من نصف سور القرآن الكريم. يعني هذه كلها كان يقرأ بها في ركعة واحدة. طبعا ذيك صلاة الليل، صلاة قيام الليل كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم وسنة للمسلمين جميعا، كان يقرأ بالمفصل ب 64 سورة مرتبة هكذا في ركعة واحدة، يدل على ترتيب السور. وروى البخاري كذلك عن ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيل، سورة إسراء يعني، والكهف ومريم وطه والأنبياء هكذا مرتبة، إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، تلادي أي ما حفظ قديما، وأنهن مما تعلمنا أول ما يعني قديما جدا، وأن لهن فضلا لما فيهن من القصص وأخبار الأنبياء والأمم. هذا هو المذهب الأول، يرى أن ترتيب السور توقيفي مثله مثل ترتيب الآيات داخل السور. المذهب الثاني عنده ترتيب السور اجتهاد من الصحابة، ويستدلون بما يأتي. كان للصحابة مصاحف، وكانت مصاحفهم مختلفة في الترتيب. مصحف علي مثلا كان مرتبا على النزول، يعني أول اقرأ ثم المدثر ثم نون والقلم ثم هكذا مرتب. ومصحف ابن مسعود كان مرتب البقرة النساء ثم آل عمران، ومصحف أبي الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. هذا الدليل الأول، اختلاف مصاحف الصحابة، بعض الصحابة على الأقل. الدليل الثاني أن عثمان سئل ما الذي جعلهم لا يكتبون سطر بسم الله الرحمن الرحيم بين سورة الأنفال وسورة براءة بدون بسملة، لماذا؟ قيل له لماذا لم تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم بين السورتين، ثم اختلاف القسم الذي تنتمي إليه السورتان، فالأنفال تنتمي إلى المثاني، وبراءة تنتمي إلى المئين، وسيأتي هذا القسم بعد قليل. فهما مختلفان من حيث الانتماء، ولم يوضع بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا أنزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فلأجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتهما في السبع الطوال. هذا تقريبا معظم الأدلة التي استند إليها القائلون بأن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة. المذهب الثالث
يجمع بين الأمرين، يقول بأن بعض الصور ترتيبها توقيفي وبعضها اجتهاد من الصحابة، بدليل أن ما ورد من الأحاديث يدل على ترتيب بعض الصور، كما رأينا قبل قليل المفصل يقرأ في ركعة واحدة، السبع الطوال ثبت ترتيبها، السبع الطوال، البقرة، آل عمران وغير ذلك كما سيأتي، الحواميم السبعة كذلك ثبت ترتيبها. فإذا فقد ورد أن هناك صورا كثيرة مرتبة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين، هكذا البقرة آل عمران، الزهراوين من مزهرة من الإنارة. وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين. هذا المذهب يدل على أن هناك سورا مرتبة، فما ثبت ترتيبه نقول فيه إنه توقيفي، والبعض الآخر يمكن أن يكون باجتهاد من الصحابة. ما الذي يمكن للواحد أن يرجحه؟ يتبين مما سلف ذكره أن الرأي الثاني ما هو؟ الرأي الثاني هو القائل بأن ترتيب الصور اجتهاد من الصحابة. الرأي الثاني في حقيقة لم يستند إلى دليل يعتمد عليه قوي، ذلك بأن اجتهاد بعض الصحابة في ترتيب مصاحفهم الخاصة كان اختيارا منهم قبل أن يجمع القرآن جمعا مرتبا. فلما جمع في عهد عثمان بترتيب الآيات والسور على حرف واحد واجتمعت الأمة على ذلك تركوا مصاحفهم، ولو كان الترتيب اجتهاديا لتمسكوا به، خصوصا أن بعض الصحابة كان يضم في مع مصحفه الخاص تفسيرا لبعض الآيات، مدوناته التفسيرية، وذلك كان يعني لم يكن معتمدا. المعتمد هو المصحف الذي اتفق عليه الصحابة وبقيادة عثمان رضي الله عنه، وسيأتي ذلك في لقاء آخر إن شاء الله تعالى. إذن الدليل الأول لا يقوى إلى أن يكون مستندا للقول بأن ترتيب الصور اجتهاد من الصحابة. الدليل الثاني استند إليه القائلون بأن ترتيب الصور اجتهاد من الصحابة هو الحديث الذي روي عن عثمان في سورة الأنفال وسورة التوبة، الذي قيل فيه إن لماذا عمدتم إلى الأنفال والتوبة ولم تقرنوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا لم تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ وكان جواب عثمان كما سمعتم قبل قليل. هذا الحديث حديث ضعيف، لأن مداره على يزيد الفارسي، كما قال الشيخ أحمد شاكر هو يعلق على هذا الحديث لأنه حديث لا أصل له، ومن ثم لا يصح أن يعتمد، وحتى على فرض صحته فغاية ما يدل عليه أن هذا الترتيب لم يكن بين هاتين السورتين خاصة. أما رأي الثالث ماذا يقول؟ يقول بأن ترتيب بعض الصور توقيفي، أي من الوحي، وبعض الآخر اجتهادي، بعض الترتيب بعض الصور الأخرى اجتهاد من الصحابة. أدلة هذا الرأي الثالث ترتكز على ذكر النصوص الدالة على ما هو توقيفي. أما القسم الاجتهادي فإنه لا يستند إلى دليل يدل على أن ترتيبه اجتهادي، يعني ليس هناك دليل يعني. ومن ثم يترجح حسب هذا التحليل، يترجح أن ترتيب الصور كذلك توقيفي كترتيب الآيات، خصوصا الآن لما يبحث الناس عن في القرآن الكريم من حيث كونه كله وحدة ناظمة واحدة، قد يترجح هذا الرأي من هذه الناحية كذلك، وهذا موضوع آخر. نأتي الآن إلى أقسام صور القرآن الكريم. العلماء قسموا بناء على أحاديث طبعا
قسموا القرآن إلى أقسام أربعة: الطوال أو الطول، المئون، المثاني، المفصل. الطوال سبع سور: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، والسابعة قيل هي الأنفال وبراء معا لعدم الفصل بينهما ببسملة، وقيل هي يونس. هي سبع طوال تمثل تقريبا ما يقارب 20 حزب تقريبا هكذا. القسم الثاني المئون تزيد آياتها على 100 أو تقاربها. والثالث المثاني ويتلي المئين، وسميت بذلك لأنها تثنى في القراءة وتكرر أكثر من الطوال والمئين. ثم القسم الأخير وهو معظمه وهو المفصل، وكذلك يقسمه إلى أقسام ثلاثة مفصل. في قسم طويل يعني آيات صور آيات صور طويلة وأقل من الطول من الطويلة، وقصار الصور كذلك. وسيأتي في لقاء آخر ربما الفائدة من هذه من هذه الصور القصيرة التي تضمنت كليات العقيدة رغم قصر آياتها. عدد صور القرآن الكريم، عدد صور القرآن الكريم هي 114 كما تعلمون. أعتذر، عدد سور القرآن الكريم 114 سورة، وآياته الكتاب 6200 آية. هناك من يقول 100 آية و30 آية، اختلفوا في ذلك. لماذا اختلف في العد؟ رغم أن القرآن واحد والآيات واحدة. مرد هذا الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية الحمد لله رب العالمين، تعليما لأصحابه أنها رؤوس آية، حتى إذا علموا ذلك وصل صلى الله عليه وسلم آية بما بعدها: فويل للمصلين للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وصل بما بعدها طلبا لتمام المعنى. فيظن بعض الناس أن ما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فاصلة فيصلها بما بعدها، يعتبرها جميع آية واحدة رغم أنهما آيتان، والبعض يعتبرها آية مستقلة فلا يصلها بما بعدها. فالآية واحدة يعني المعدود واحد، فقط النظر إلى العد هو الذي وقع فيه هذا الاختلاف. آيات القرآن 6200 آية و32 عند بعضهم في عند بعض العادين. هذه السور سور القرآن الكريم بهذا العدد 114 سورة مع هذا التقسيم للآيات والسور إلى طويلة وإلى مئين وإلى مثاني وإلى مفصل قصير يعني في عمومها، هذا التقسيم ييسر على الناس الحفظ، يحفظون ما تيسر ويقرؤون ما تيسر. المهم أن لا تنقطع صلة الأمة بالقرآن الكريم. هناك من تساعده عزيمته على قراءة القرآن كله وعلى حفظه كله واستيعابه، كل هذا شيء جميل جدا. هناك من تكون أموره لا تسعفه في ذلك وعزيمته لا توصل إلى هذا المستوى، فأمامه ما تيسر من الصور فليختار طويلا أو وسطا أو قصيرا، وليقرأ ما تيسر، فقرأوا ما تيسر منه وهو ميسر للذكر، وصوره متنوعة، فللناس في ذلك ساعة في قراءة القرآن والاتصال به. المهم لا ينقطع الحبل مع حبل الله سبحانه وتعالى. وهذا التيسير كذلك يساعد على الدراسة ويشعر القارئ بمجرد أن ينتهي من سورة من سور القرآن الكريم يشعره أنه قد أخذ قسطا وافيا وطائفة مستقلة من أصول دينه وأحكام شريعته. وكان بعض الصحابة يكتفي بقراءة سورة واحدة ويحبها كثيرا. وهو من ما يحكى في هذا أن
أحد الصحابة كان يؤم الناس من حوله، فكلما قرأ فاتحة الكتاب أتبعها بسورة قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى، فكأن بعض الناس يعني تساءلوا ورفضوا هذه الطريقة في جعل قل هو الله أحد كأنها فاتحة الكتاب. فلما سألوه قالوا أنا هكذا أحب أن أقرأ هذه السورة، فإن شئتم أن أؤمكم بهذه الطريقة فذلك، وإن رفضتم لن أؤمكم مرة أخرى. فلما رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرسول عن السبب لماذا يقرأ سورة الإخلاص مع فاتحة الكتاب ثم سورة أخرى، فقال الرسول إنني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. يعني هناك فرصة لأن يحب كل واحد منا القرآن كله بعض صوره، ويميل إلى بعض الآيات ويرى أنه ميسر عليه قراءتها وحفظها. المهم أن هناك مجالا واسعا للاتصال بالقرآن الكريم. أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وعلى موعد إن شاء الله، على أمل أن يتجدد اللقاء مرة أخرى. أستودعكم الله، حفظكم المولى عز وجل من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.